صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان في فرجة وتعمد صلى منفرد خلف الصف لا تصح صلاته، لكن الكلام إذا ما كان في فرجة. فبعضهم يقول ما له إلا هذا، فاتقوا الله ما استطعتم، وليس له أن يسحب أحدا يشوش عليه وينقله من الأفضل إلى المفضول، الصف الأفضل إلى المفضول، فليس له ذلك. إذا استطاع أن يصف مع الإمام جيد، إذا ما استطاع وليس هناك فرجة إلا أن يصلي منفردا فهي ضرورة. لأن أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم في البيت، فصف خلفه أنس ويتيم، وخلفهم امرأة عجوز، فما وجدت من تصف معه وهي امرأة فصفت وحدها. يستدل بهذا على إيش؟ أن عند الضرورة يجوز أن تصلي خلف الصف منفردا، وأن الحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف منفردا أن يعيد صلاته هذا محمول على أنه كان في فرجة ومع ذلك هو انفرد. والله تعالى أعلم. نعم.